صافي عطيني يدك صوتي معاهم كيوصلوا للوجهه اللي بغى كيقول ليها لاكارت ناسيونال ديالي لاكارت ناسيونال ماشي ديالو يعني كياخذ لاكارت ناسيونال كيقول ليه انت هي لاكارت ناسيونال ديالي انما التليفون انا مره اخرى نعاود نخلص صافي انا نعيط لك ونخلص عنده شي شكايه في الدار الحمراء هذه اللي خلات الاخوان شدوه بالكاميرا عندنا الفيديو عندنا متفق شدوا الاخوان اليوم طيحوا الاخوان ديالنا سائقي سيارات اجره في الفخ ايوا الحمد لله هادشي اللي بغينا حنايا يطيح هاد النصاب هذا باش ان شاء الله يبقاو خدامين في اريحيه صور جديد اليوم الوثائق اللي كيطلع معكم ورحمه الله وبركاته اليوم كنتواجدوا اليوم في هذا الوقفه هذه ماشي وقفه هي وقفه مؤازره مع واحد المهني معنا اللي تم نصب مع واحد الطرف معين اللي كينصب على عدد ديال الطاكسيات اليوم عضو كامل لهذا النصاب هذا اللي عنده محضر في الشرطه ديال الحي العزاني اليوم جا بغى ينصب على واحد المهني من المهنيين تم الضغط عليه من طرف المهنيين وكنشكر المهنيين اللي كان في مؤازره مع الصديق ديالهم اللي الحمد لله الشرطه دارت المعين ديالو وداتو الدائره باش تاخذ فيه المعين تحيه جميعا.